بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. النهاردة الوقفة، مش وقفة العيد لكن وقفة المحاسبة مع النفس. فاكرين الورقة اللي ابتديناها من أول الشهر الكريم وقلنا هنسطر جداول كده وخانات ونكتب الصلاة والصوم والزكاة وعيادة المريض وقيام الليل وهنعمل خير ازاي وسلوكياتنا ومعاملاتنا وخططنا جداول، وقلنا كل يوم قبل ما ننام كل واحد يدي لنفسه نمرة كده، نمرة تقريبية. طبعا احنا مش هنعرف ابدا ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا اجر وثواب قد ايه وبارك فيه قد ايه واطلع على نيتنا وفيها اخلاص قد ايه، ولكن على الاقل الباب من باب المبتدأ، صليت ولا نمت؟ قريت قرآن ولا نسيت؟ عملت خير، تصدقت، زكيت ولا لا؟ علامة الصح بتقول ان انت مش ناسي ومش غفلان، والخانة الفاضية بتقول الحق قبل الشهر ما يعدي، والشهر للأسف بيعدي. نعمل ايه عشان نلحق نفسينا؟ وتعالوا نقيم نفسينا من الورقة وندي نمر بتقول احنا كويسين ولا منص ونص ولا في علامة خطر وإشارة خطر بتنور. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وأرحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الواحد حزين إن الشهر خلاص بيعدي، يعني لازم، سنة الكون وسنة الدنيا. وفي ناس تانية والعكس فرحانين لك ايه خلاص العطش يا اخي، وسبحان الله كان الجو كده ابتدى يتعدل وادانا احساس خادع انه خلاص دخلنا على الشتاء وابتدى يبقى فيه هواء حلو وسقع، فجاه الكام يوم الاخرين دول الدنيا حررت تاني. الله على مراد الله، كله الحمد لله، كله على مراد الله. طيب لو بصينا على الورقه بتاعتنا، انا هسميها ورقه بتاعتنا كلنا فيها رغم انها فيها تفاوت كبير قوي، لكن في النهايه انا مش قادر انسى وحدة الأمة، إن احنا في النهاية أمة واحدة. نعم. فلو بصينا على الورقة بتاعة الأمة نلاقي ملاحظ بتقول إيه، ونلاقي تصرفات الناس بتقول إيه، ونلاقي متوسط الدرجات، لأن أنا مش عارف أمسك النهاردة في الحلقة دي ورقة كل واحد لوحده وصلحها مع حضرتك. نعم. لكن أقدر أقول متوسط العام، زي الثانوية العامة كده يقول لك إن نسب النجاح في مادة الكيمياء كانت مرتفعة بينما في العربي كانت مش قوي، والنسب النجاح عموما كذا نجحوا كذا سقطوا. انت شايف بعد الشهر الكريم اهو بيودعنا، متوسط النجاح بتاع يعني ورقه خاصه بامه محمد صلى الله عليه وسلم في القرن اللي احنا عايشين فيه النهارده، متوسط عامل ازاي؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. اسمح لي اولا اجاوب على سؤالك لان سؤالك مهم. الورقه وحشه قوي قوي، ولا من باب التفاؤل ولا من باب ولا من باب ولا من باب عشان ما ايه ما حدش يفهم غلط. الورقه سيئه جدا. اولا انا بحمد الله سبحانه وتعالى على ان احنا قعدنا سنه نفكر في الورقه دي، وبعدين ربنا كرمنا وعملناها في رمضان، وانت عارف رمضان شهر اللي ما بيشتغلش بيشتغل، لكنها انبأت عن امور خطيره جدا. اولا انا بشكر كل اللي اتصل بيا وصارحني بحقائق كانت مذهلة وفوق التصور وبره كل الحسابات. أولا النتيجة اللي احنا وصلنا لها من ساعة ما قلنا، لو انت فاكر الحلقة اللي احنا قلناها وصورناها والناس بدأت تشتغل وقلنا هنعدلها، والحاج جميل قال احنا هنعملها لكم بطريقة تانية عشان تبقى السنة كلها، والكلام ده كله، الاتصالات اللي جات لي والورق اللي اشتغلناها احنا مع كل السادة المشاهدين اللي كانوا على اتصال بينا فيها، بينت على انها مستحيل انك تحدد يوم بيوم. بننسى بنسبة 99%. يعني ايه؟ يعني بتعملها النهاردة، بتدي النهاردة العلامات، وتيجي بعد 3-4 ايام ايه ده؟ الورقة فين؟ ده اساسا مش فاكر حط الورقة فين. وبدات بقى التليفونات تبين لك ايه، يعني طبعا انا واخد تصريح مثلا مش ان انا احكي، يعني اولا واحد دخل يعني ادى لاولاده الورقه وهو عنده ولد بسم الله ما شاء الله ذكي جدا، وهو يعتبر يعني هم عنده ثلاثة بس فيهم ولد متميز جدا في الناحيه السلوكيه وفي الدين. فالولد ده خلى باباه راجع بالليل فقال له ها انا علمت الورقه، تعالى بقى نعلمها. فقال لك قعدت على المكتب قدام ابني، يعني ابنه واقف كده وهو قاعد على المكتب،
فقال لك صلاه التطوع ما عملتهاش، بس راح اعمل عليها صح عشان الولد واقف مكسوف من ابنه. اه خد بالك، قال لك انا ما صليتش تطوع، فالولد ماسك له الورقه واقف. فاول حاجه قال له صليت الفروض والسنن، احنا قاسمين الصفحه. قال له طبعا، وهو بيقول لي الظهر مثلا ما قدرتش اصلي السنه، والعصر ما صليتوش خالص، صليته مع المغرب. فقال له طبعا، قال له الولد مسكه عارف، قال لي كاني في ساحه الحساب، لان الولد معلم الورقه. فبيقول لي تك تك تك، فمن كتر ما هو بيكذب على ابنه، فقال له الولد حس. فقال له ايه وصيام التطوع؟ قال له طبعا. قال له ازاي؟ ما هو في رمضان. يعني هو الراجل بقى اجاباته اوتوماتيكيه. طبعا طبعا الاجابات بقت ايه، ما هو بيكذب. فهو عمال كل خانه تقابله يعلم فيها، فالولد حس. فالولد عمل له يعني انت فاهم كمين. ايوه. فقال له وصيام التطوع بابا تمام؟ قال له طبعا. قال له ازاي؟ احنا في رمضان يعني. قال له لا يا اخي ما تغلطنيش، لا صيام التطوع يعني فاهم. بس الراجل بيقول لي الولد دخل ينام، قال لي انا ما جانيش نوم لمده 3 ايام، لان اذا كان ده ابني يعني انت فاهم، فما بالك برب العالمين. وبعدين انا النهارده قدرت اكذب وقدرت احط صح وانا ما عملتهاش، فلما اقف في ساحه الحساب واكون ما عملتهاش يعني. طيب ممكن اسال سؤال انه مهم جدا هنا؟ اتفضل. ما عملتهاش ليه؟ اديني بس الورقه عليها عشان عايز افتكر لك. انت محتاجها؟ لا الورقة. انا بس عشان عايز افتكر لك حاجه يمكن لما اقراها. ما عملتهاش ليه هقول لك. والله علاء انا ناقشت كل ده. هم هيطلعوها على الشاشه؟ طب كويس. ما عملتهاش ليه هقول لك على حته اللي هو كان اظن في صلاه العصر. هو ما صلاهاش خالص العصر. فقال لك اتشغلت وكلمت نفسي يعني لما روح البيت. فطبعا انت عارف رمضان. ركب عربيته روح البيت وعلى اذان المغرب. ففرقت ايه، اصلي العصر واركب ولا اركب ولما اوصل اصلي؟ ودي الحته اللي احنا بنقولها، ما تقولش هعمل، اعمل، لان سوف دي ما انتش ضامنها. احنا بنقول، قال لي انت عارف، قال لي انا كنت بتضايق منكم جدا، بيتكلم عليا انا وانت يعني. لما تقولوا كل حاجه ما تقولش ايه يا اخي في ايه، ما انا عايش يعني فاهم. قال لي يوميها بس حسيت لما هو ركب دور، قال لك كان لسه العصر بيدن والمسافه مش بعيده، بس دخل في الزحمه. قال لي وصلت على صلاه المغرب. فلو كان صلى العصر كان وصل برضه على صلاه المغرب يعني انت فاهم. بس كان صلى العصر. بس كان صلى العصر. دي واحده. الثانيه عايز افتكرها لك. بيقول لك ميزه الورقه ايه؟ هو طبعا الولد كان عمال يقول له اطعام مسكين، يقول له اوكي يعني فاهم، وهو ما عملش حاجه من كل ده. لما جه عند الصلاه على النبي هو علمها قدام ابنه. فلما ابنه دخل ينام هو قال ايه، طب استحي، فبص على الورقه شاف اللي هو علمه ما كانش عمله، ايه اللي يقدر يعمله؟ فقعد يصلي على الرسول، يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى لما جه عند حته مساعده محتاج هو بينزل يصلي الفجر. فبقى يدور في الشارع كمان وعلمها، فلقى واحد فساعده. يعني هي الورقه ليها ميزه انك انت ايه، لما تيجي مثلا تقول الصلاه على النبي، هو ما صلاش على النبي، فهو بيصححها بيعمل ايه؟ بيصلي دلوقتي. ففيها ميزه انك الورقه نازله على الشاشه. وجالي بس خاطر ان احنا طبعا منزلين الورقه وهي بيضه. المصيبه اللي هياخد الورقه مننا كده وسابها بيضه زي ما هي كده. دي مش علامه نظافه ولا شطاره. دي علامه ايه؟ من خفت موازينه ما عملش حاجه، ما تقلش الميزان. دي بقى الحته اللي بقولها لك، عند ناس عند تليفونات تانية قال لك 3 ايام نسيها سايبها. فسال نفسه، وانا يعني والله يعني انا فرحان جدا بردود الافعال. ليه؟ قال لك انا سبتها 3 ايام، بس هل ال3 ايام دول ما اتكتبوش في الكتاب؟ فلما قعدنا ناقشناها هم اتكتبوا، بس على رايك انت اتكتبوا ايه؟ ابيض يعني ما عملش حاجه. فانا عايز اقول ايه يعني، كان الحاج جميل قال لي ان احنا هنعملها بحيث انها تبقى في جيبك يعني، او زي الامساكيه منها. برافو عليك، على يعني حاجه تطبق كده. بس انا برضو عايز اقول اللي قاله الحاج عصام في ايه، انه لما جه عند الصلاه على النبي عند القران والحديث لقى نفسه ما عملهمش، فخد نص ساعه قعد يصلي على الرسول وقرا قران وقرا حديث. حتى ساعتها كلمني قال لي، وانا بقول للساده المشاهدين اقرا حديث منين بسرعه بقى الفجر كان قرب، قلت له اقرا في رياض الصالحين يعني افتح كتاب رياض الصالحين. فهو الحمد لله لغايه دلوقتي ماشي بياخد كل يوم من رياض الصالحين ايه 5 احاديث. اسالك سؤال. اتفضل. مين حاج جميل؟ الحاج جميل اللي هو جميل معوض. هو جميل معوض ده صديقي، صديق عمري يعني. هو عنده فكره كويسه جدا في الموضوع ده،
يعني انا بس افتكرت انه عنده مطبعة عنده اقول لك على فكرة ناخد فيها ثواب. طيب ايه رأيك نفكر؟ هو مش عنده مطبعة، هو بيعمل يجهز الكلام ده وبيعمل بقى في اي مطبعة، يعني هو هيعملها. لا انا بحسب هو شخصيا عنده مطبعة. طب قول عايز ايه موجود. هقول لك الفكرة. ومش شرط بقى طبعا يعني نخلي ناس تانية تخش في الثواب مع الحاج جميل. كله مستعد لعلمك، انا شفت ردود افعال في كل الدول. يعني انا كنت في الاردن لقيت رد فعل كويس جدا. جالي من سوريا تليفونات، جالي من لبنان تليفونات، من السعوديه تليفونات، من الامارات يعني كله مستعد يعمل، مفيش مشكله. فاللي عنده فكره، ولذلك انا قلت حتى اللي كانوا بيكلموني اللي عنده فكره يقولها لنا. طب انا عندي فكره. قول يلا. عايزين يا مبرمجي الامه، يا مهندسي الامه، اعملوا لنا الورقه دي حاجه جدول محاسبه فيه الخانات، سوفت وير، برنامج يتحمل على الموبايلات عشان تبطل الحجه الورقه ضاعت، الورقه مش معايا، الورقه باشت، نسيتها اتطبقت. شوفوا لنا سوفت وير زي ما بنلود جيمز وبنلود مش عارف ايه، في ناس دلوقتي بتعمل لودنج للقران الكريم كله، اتعمل. الاحاديث، التفسير، مواقيت الصلاه، الاذان، كل ده موجود على الكمبيوتر، كل ده موجود على الموبايل. حد يبرمج لنا حاجه كده فيها خانات بسوفت وير نحمله على الموبايلات اللي بقت في كل ايد، او على سوفت وير تاني ينزل على الكمبيوتر، بحيث دخلت الكمبيوتر النهارده بالليل هتخش الانترنت تفتح تشوف وتعلم لنفسك انت عملت ايه، او بموبايلك على طول تقدر تعلم انا النهارده صليت في وقت وعملت كذا عملت كذا. واعتقد الموضوع مش صعب، انتوا يعني ما شاء الله في نماذج جميله جدا شفتها، يعني اساتذه في البرمجه. لا مصر عايز اقول فيها حاجه تانيه، اليومين دول والمملكه العربيه السعوديه ودول كثيره جدا فيها عباقره برمجه، شدوا حيلكم. عايز اقول حاجه لغايه ما يتعمل اللي انت بتقوله، عايزين تبقى الورقه دي حتى لو في البيت، يعني لما ترجع بالليل انت مثلا متعود تغير هدومك، خش على المكتب الاول او خش على المكان محطوط فيه الورقه خلاص، او خلي الورقه في المكان اللي هتغير فيه الهدوم. الهدوم يعني انا عايز اقول دي، بس جات لي اسئله فعايز ارد عليها. عند الاستغفار والتوبه المقسومه، الاستغفار والتوبه مقسومه، فبيسالوا مقسومه ليه؟ اللي فوق استغفار واللي تحت توبه، دي مش عايزه كلام. درس العلم مقسومه ليه؟ لان في ناس متابعه برامج، ففي درس علم في المساجد وفي درس علم في التلفزيون، فعشان كده احنا قسمناه. الصلاه على النبي مقسومه ليه؟ خدت الصلاه على النبي مقسومه ليه؟ لان انت ملزم بالصلاه على رسول الله بعد كل اذان، فاهمها؟ فاللي بعد كل اذان فوق والسنن تحت، يعني اللي انت عملتها اثناء اليوم، يعني علاء قال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، فانت بتقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، فدي عشان كده مقسوم. قيام الليل مقسوم ليه؟ عشان الفرق بين القيام والتهجد، فانت عندك كل يوم خانتين في القيام. خانه القيام واحنا قلنا ان شاء الله ركعتين، واعملهم جرب، بس اعمل اثنين، مش لازم 8 ولا 20 ولا كده، بعيد عن رمضان، انا بتكلم بعيد عن رمضان. والخانه الثانيه التهجد اللي هو الثلث الاخير من الليل، ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، يعني صلي ركعتين في الثلث الاخير من الليل اللي هو اسمهم ايه؟ التهجد. فعشان كده احنا قاسمين خانه القيام. ولو انت فاكر انا سايب خانتين فاضيين، انا كنت عاملها زي نموذج، يعني قلنا اللي عنده عمل جديد فهمني هيحطه. فاحنا عندنا ان شاء الله في الايام القادمه في رمضان اللي عنده عمره يكتب عمره وعمل عمره في رمضان. اللي نوى عمره وادى الباسبور وباسبوره رجع يكتب صح، لان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كان عندنا مشكله في مصر وفي الاردن بالذات انه في باسبورات رجعت كتير جدا من السفاره ما اتعملتلهاش تاشيره، طبعا لكثره الاعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ريحنا كلنا وما اداش حد ذنب، يعني لا اللي رجع الباسبور ولا اللي ودى الباسبور، دي مساله منتهيه، لان اللي رجع لظروف الضغط العددي كان فوق التصور. يعني انا شفت بعيني في الاردن وفي مصر ضغط فوق، وده حاجه كويسه، انما برضه هم عندهم اعداد مسموح بيها في النهايه يعني. فالمهم عايز اقول ايه؟ لما الرسول يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، انت وديت الباسبور اتكتب لك الاجر ان شاء الله بنيتك. يا رب ما حلي حيث حبستني. الله اكبر. طيب الورقه كده زي ما انت بتقول عايزها؟ لا انا خلاص مش عايزها، يعني لا خليها أنا مش... عشان تفتكر حاجه. أنا مشكلتي مش في الورقه نفسها. أنا مشكلتي في الخانات اللي في الورقه. طبعا ان حضرتك قلت ان المتوسط مش في صالح الامه. لان بقول لك في ناس سابتها، يعني عملها اول يوم 10 على 10، ودي ملحوظه ان الورقه ليها ميزه على انها لما بتكون قدامك بتشجعك على الشغل. يعني حتى انا باخد الحاج عصام مثال في ايه؟ انه قال انا ما صليتش على النبي، لما علمها قدام ابنه راح مصلي على النبي. يعني الورقه برضه ليها دور، ما قامش الليل، لما علم راح قايم الليل. انت فاهم قصدي؟ يعني عايز اقول لك هي عارف، فذكر ان نفعت الذكر. طيب
السؤال اللي هسأله ونجاوب عنه بعد الفاصل. اتفضل. مسألة ان تبقى حياتي وصلاتي و... قل ان صلاتي وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ان انا مهم قوي وانا بعمل العمل ان انا اصلح التوجه بتاعي في النية. هديك مثال عشان نجاوب عنه. هل يستوي اللي بيقرا في الجورنال النهارده ان في فلان من الشخصيات العامة او من حد من اصدقائه معارفه تعبان او مريض فيقول لا انا ما يصحش انا لازم اروح اسال عنه يقولوا ايه، يقولوا لصاحبه وزميله ما سالش عنه؟ ده نموذج الف. نموذج ب عيادة مريض لوجه الله لازم أروح عشان ده سنة وده واجب عليا. هل يستويان؟ نجاوب بعد الفاصل، تابعونا مرة أخرى. مسألة الإخلاص في النية ده موضوع خطير جدا، لأن العمل هتسأل نفسك هل قصد بيه وجه المولى سبحانه وتعالى؟ أهلا وسهلا نتكلم بقى أجرك وثوابك كام عند ربنا. لا، أي حاجة تانية تبقى مصيبة. ده في ناس يعني مش عمل صغير زي عيادة مريض ولا حاجة، لا ده في ناس ممكن يخش معركة ويقتل في سبيل الله ويجي يوم القيامة يتقال انت ليه مت، ليه قتلت، لأجلك يا رب، يتقال له كذبت إنما فعلت ذلك لكي يقال شجاع وشهيد وقد قيل، خلاص مالكش حاجة عندنا. عشان كده النموذجين اللي أنا سألتهم دول بيكرروا كتير، خصوصا في موضوع عيادة المريض ده أو جنازة هتحضرها أو عازة هتحضره، يقول لك ده فلان اللي اتوسط لنا في تعيين الولد، معقوله ما اروحش؟ يبقى هو رايح ليه؟ عشان يعمل سنه ولا مكسوف مع زميله او جاره ما راحش؟ لا هو برضو هو المجامله لا باس بها، المهم ان احنا نخلص في الحالتين النيه لله. ما هي المجامله برضو ما احنا انا مش ضد المجامله. انا بس انا بقول انا نازل ليه؟ ما هو بس هي دي شطارتك انك تخلص النيه لله. يعني انت رايح تجامل لا باس، بس خلصها على انها برضو ايه؟ جنازه. انت من اتبع جنازه، الرسول سال من اتبع جنازه اليوم، من عاد مريضا، من والجنازه دي على فكره هل شرط ان انا اكون جاري او حد اعرفه؟ لا لا لا، ولا ممكن وانا ماشي في الطريق وعندي وقت ده يسمح؟ ده من واجبات من حقوق المسلم على المسلم انك تتبع جنازته وتصلي عليه لغايه ما تدفنه. مش فاضي اعمل الاولانيه. انت عارف ان في ناس بتبقى جوه المسجد وتخش جنازه يمشي وده يصعب عليك، يعني تحس ان هو مش فاهم الواجبات اللي عليه، لان لما علاء يبقى له عليا حق اصبح ده تجاه علاء ايه؟ واجب. فانت لما تخرج من المسجد ده الجنازه جات لك لغايه عندك، يعني انت ما تبعتهاش، يعني الهديه جات لغايه عندك والجايزه جات لغايه عندك وانت بتقول ايه؟ مش عايز. فيصلي الظهر ويخرج وما لهوش حاجه، يعني قد لو وراه حاجه قد يكون العذر مقبول يعني لان هي فرض على الكفايه، لكن لما يخرج وهو عنده وقت يصعب عليك. انت فاهم؟ وبعدين صلاه الجنازه انت عارف ما بتاخدش وقت، يعني أربع تكبيرات من قيام لا ركوع فيها ولا سجود، والدعاء حتى دلوقتي بيستعجلوا فيه، يعني فاهم؟ ما بتاخدش خمس دقايق، ما بتاخدش وقت خالص، أقل من خمس دقايق. فهي القصة في إيه؟ القصة في إنه بيصعب عليك اللي هو مش عارف واجباته تجاه المسلم. عيادة المريض واجب عليا، يعني خد بالك في ناس فهمها إنها من باب المجاملة، لا ده أنت إذا سمعت عن مريض وتقدر وما رحتش تأثم. عبدي مرضت ولم تعدني ده حديث قدسي صحيح. انت فاهم ازاي؟ وقال له كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال له اوما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده. وعشان كده يعني فاز تقول لك تروح مستشفيات كتير ليه؟ ده واجب عليك. مش مساله حب في المستشفيات يعني، انما واجبات علينا. وعشان كده لازم الانسان يصحصح للنقطه دي. المسلم الواعي ينتهزها فرصه. يعني في برضه حاجات بتصعب عليا قوي، اهل مريض معاه في المستشفى راحوا، في مريض تاني حالته صعبة، خش سلم عليه، هو انت ما تعرفوش بس انت في المستشفى، يعني انت فاهم قصدي؟ علاء انت مش رايح مخصوص. دي في حاجه ناس كتير بتغفل عنها، يقول لك يا عم انا في ايه ولا في ايه؟ بالظبط. لا انت في المستشفى كده ولا كده، خش سلم عليه، قول له شد حيلك وان شاء الله ربنا هيشفيك ومش عارف ايه، يعني اعملها من باب حب الله سبحانه وتعالى. حب اخوك في الله سبحانه وتعالى. ودي مساله خطيره، الورقه كشفت حاجات كتيره جدا. طيب اسالك سؤال عن الورقه. عشان انا بضحك لان انا عارف انك هتقول لي ايوه. هل في حد رفض ياخد الورقه؟ تمام، هو ده اللي بضحك عليه، رفضها خالص وقال لهم دكتور ده، هو الدكتور ده فاضي مش تايه، ده بيورطنا. شوف، وما رضيش اخدها خالص. كلمني بعد فتره هو محلفني ما اقولش اسمه، يعني انا ساعات بغلط اقول الاسم على فكره فانا مش هقول. فكلمني بعد فتره قال لي انا تاسيت جدا ان لقى يعني بنته بسم الله ما شاء الله ماشي على الورقه ومظبطاها وبتطاها
وبتعدل فيها وبتاع، هو شافها من وراها يعني، فاستحى من نفسه يعني، فطلبها وعايز عدد منها يفرقوا ومش عارف ايه وبتاع بعد كده يعني. لكن ساعه ما رفض في البدايه، عارف علاء نموذج لايه؟ نموذج للكفر ان صح التعبير، يعني الرفض التام لكل ما هو في مصلحتك، ده اللي في مصلحتك. قال لك لا مش واخدها، وهو اللي بيحكي لي يعني، هو بيقول لي ساعتها انا رفضت تماما. فبقول له ليه؟ طب قول لي ليه؟ ما انا عايز، انت عارف دراسه طبائع النفوس ده مهم جدا. قال لي لان لو خدتها هلتزم، هو مش عايز يلتزم. وانت مش عايز تلتزم ليه؟ اه هو ده السؤال بقى، ده السؤال الخطير. طب ليه يعني بالظبط؟ فقعد بقى يضرب لي امثله كان يعني من حاجات بتحصل قدامنا في المجتمع. قال لي طب ما ده ما بيصليش، وده ما بتتحجبش، وده طب ليه؟ وصحيح ليه؟ لكن لو انت درست كل شخصيه على حده، هتلاقي لكل شخصيه، تبارك الخلاق العظيم، لكل شخصيه عله في الرفض، وكل شخصيه لها مفاتيح مفتاح. اه طبعا، بس كل شخصيه لها عله في الرفض. وانا في الفتره الاخيره يعني ربنا انعم عليا بدراسه بعض النماذج، مثلا اللي ما بيصليش، اللي مش اللي عنده مال ومش عايز يحج، اللي بيرفض يعمل حاجه هو يعني هو مؤمن انها صح. علاء دي نقطه خطيره جدا. في ناس احنا اتكلمنا عنها كتير بتكابر. أيوة، دول مش بيكابروا. لا ما بيكابرش، ما ده هو دي. خايف يعرف الصح، لا فيبقى الزام عليه. علاء استنى اقف، ده انا عندي مشكله. ده عارف، هو عارف. اه انا بقول لك ربنا انعم عليا في الفتره دي وشخصيات جميله وناس عظيمه وقادر يعمل. يعني انا هديك مثال بالحج عشان ما حدش يزعل. معاه مال وسهل جدا انه يطلع ومش عايز يطلع. لما تقول له ليه انت بتنكر الحج، يقول لك لا حاشا لله، استغفر الله. طب المناقشه غريبه. طب ليه؟ لا ليه؟ لا انا في نماذج ثانيه. انا مش انا بقول بس الحج كمثال عشان ما حدش يفهم، ممكن حد يفهم ان انا بتكلم عليه بعينه يعني. لا لا في نماذج ثانيه كتير. الصلاه، الحج، الحجاب، حاجات كتير. نبقى قاعدين في مجلس علم في درس، فابص عليه مثلا طلع واحد او واحده. لا لا بص اوعى تحكوا لنا الحته دي ليه يا ستي؟ عشان لو عرفتها هتبقى حج عليا. طب انت يعني انت تفضلي الضلمة عن النور؟ انك تبقي جاهله بامور دينك وما تعرفيش، اذ لربما لما تروحي للمولى سبحانه وتعالى يوم القيامه تقول له ما كنتش اعرف. انت درست في القران على الله يخرج الناس من ايه الى ايه، والشيطان يخرجهم من ايه الى ايه؟ ربنا من الظلمات الى النور، والشيطان بالعكس، من النور الى الظلمات. هي دي. وعشان كده بيصعب عليا ايه؟ اللي الاقيك يعني القعده معاه يعني سبحان الله. انا برجع للسبعينات مثلا، السبعينات لما كنا بنقعد في موضوع الحجاب كفر، كفر بيه. الثمانينات ارتقينا، التسعينات ارتقينا، دلوقتي بتقول لك صح، هو صح، هو فرض، هو فرض. مؤمنه؟ اه مؤمنه. طب ما الحج قال لك والله الراجل بتاع الحج ده قال لي حاشا لله، وقام ايه كان انا اللي بقول له ان الحج حرام يعني، فاهم؟ بقول له هو الحج حرام، قال لي حاشا لله، لا ازاي ده فرض. طب يا اخي طب ما عملتوش، ما بتعملوش ليه؟ تضحك. لما مشيت والله علاء تأسيت، الراجل بيقول لك الحج فرض وهو قادر. زي ما كنا في جنازه زمان لراجل مات وعايز حد يحج عنه وهو متيسر الحال وكان صحيح يعني سليم ما فيش مرض، طب ما حجش ليه؟ عمل اللي بايده كده يعني، هو مش عارف ما حجش ليه. طب انت قلت كلمه مهمه قوي عايز اخدها درس لينا كلنا وللأئمة وللدعاء وهم بيتكلموا مع الناس. احنا قلنا كل شخصية لها مفاتيحها. اه بالقطع. يبقى اذا شكل الخطاب لازم يختلف شوية، ولازم الانسان اللي بيدعو الى الله يكون ايه؟ على بصيرة. على بصيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيله نماذج مختلفة من الناس تسأل نفس السؤال والإجابات مختلفة. مختلفة. إيه أفضل الأعمال يا رسول الله؟ يقول للواحد بر الوالدين، يقول للواحد الجهاد في سبيل الله، يقول للواحد الصلاة في وقتها. ايه الحكايه دي؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبي، والنبوءه لها حظ من البصيره ان لم يكن حظا وفيرا يعني. عايز افتكر لك الجنيد، جاءه ولد مجوسي، هو الراجل بيدي درس، والجنيد ده كان من اعلام الامه يعني، عالم يتقال عليه عالم يعني. فوقف الولد سمع الدرس وبعدين وقف قال له ما معنى اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله؟ هو بيمهد لسؤال عشان يحرجه يعني، هو بيمهد انه يفتح معاه حوار.
فالجنود رد عليه قال له ايه؟ قال له معناها انك مجوسي جئت لتحرجني. راح الواد جاري شوف جاب له ايه؟ جابت السؤال الرابع مثلا اللي هو لسه هيسال قبليه ثلاث اسئله. فالولد بيمهد معاه بيقول له يعني ايه اتقي فرصة المؤمن فانه يرى بنور الله. عشان يجاوبه فيقوم ايه ساله جوه الحته دي سؤال لغايه ما يحرجه. قال له معناه هو عايز يقول له ان انا ربنا انعم عليا بهذه البصيره. فانا شفتك. انا خلاص فهمتك. قال له معناها انك مجوسي جئت لتحرجني. فالواد جري. فالنبوءه بيبقى لها حظ طبعا من البصيره. وهكذا يجب ان يكون الداعيه. اللي احنا لازم نسلم به ان اي من يدعو الى سبيل الله عليه ان يدرس علم النفس بطريقه متوسعه شويه. ليه؟ ليكن كما علمنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه يقول لك انا اصبحت خبيرا بطبائع النفوس. لان لو انا مش خبير بطبائع النفوس مش هعرف اتعامل مع الناس، مش هعرف الحته اللي انت بتسال عليها، مفتاح ده ايه؟ ما انا بتكلم معاه، هو الرسول لما قال له بر الوالدين حس بايه؟ ان هو عنده نقص في الحته دي. يعني عنده نقص في الجزئيه دي، فاداله الاجابه اللي ايه؟ تصلح حاله. اللي تصلح الحال، يعني هو حاله كويس الا دي. فقال له بر الوالدين، الثاني قال له ايه؟ الصلاه على وقتها. الصلاه على وقتها. يعني ايه؟ هو بيصلي بس ما بيصليش في وقتها. واللي ما بيصليش في وقتها بدون عذر قهري هتخش في متاهه. وارد ان هو بقى يبطلها فتره ويصلي فتره ويقطع فتره. ما هو ده تمهيد. فقال له الصلاه لوقتها، الجهاد في سبيل الله، ده عنده نقص في دي وده عنده نقص في دي وعنده نقص في دي. شاهدي في الكلام ان لازم يبقى مفتاح الشخصيه فين. بعض الناس لما بيعمل حوار في قضيه مع شخص ويفشل بيتوقف او يزعل او يحزن. من حقك تزعل. والزعل بيبقى لوجه الله تبارك وتعالى. يعني انت زعلان لله، مش زعلان على نفسك او مش زعلان على انك فشلت. يعني لان انا ما بدعوش لنفسي، انا ادعو الى الله تبارك وتعالى. لكنك لا تتوقف، يعني مش نهايه المطاف. وبعدين يقوم ربنا عامل لك رزق في نفس، يعني اذا كنت مخلص اقسم بالله يقوم عامل لك رزق في ايه؟ في نفس اللي انت بتتكلم فيه. يعني هديك مثال ولا المثل الاعلى. اتكلمنا مع حد في الحجاب ما تمش، بتضرب اخماس في اسداس. ليه؟ في ايمان بالحجاب وفي يقين بيه. ليه لا؟ تاني يوم ستة في جلسه غير اللي احنا كنا بنكلمهم. خلاص ما دي حاله. ستة في جلسه اقسم برب الكعبه. ستة في جلسة وكأن دي. واللي على فكرة علاء الدنيا دي ما كانتش مترتبة، يعني التانية مش مترتبة. ده علاء معدي تعالى اقعد اتكلمنا خلصت. ربنا عايز يديك إشارة إيه؟ اتقالت للرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدي لسه ده لسه بس شطارتك برضو علاء حتة مفتاح الشخصية. ودي برضو مهمة جدا في الدعوة. عشان ايه؟ عشان الامور ما تتأزمش. لان اساس الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوه ايه؟ خد بالك، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. دي واسعه قوي، واسعه قوي. والموعظه الحسنه، اذا كان في جدال يعني، وجادلهم بالتي هي احسن. يبقى ما ينفعش يبقى في خناقه. لا يمكن. ولا صوت عالي. ليه؟ اقول لك ليه؟ ولا بستفى. انت بتدعي لنفسك؟ لو بتدعي لنفسك اعمل كده. انما انت بتدعي لرب العالمين، هو اللي امرني اهو. خد بالك بقى لما جه عند والموعظه الحسنه قال له في ايه تانية ايه؟ في توقيع دي ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، وانا في الدعوه ما فيش بيني وبين حد عداوه. يعني انا من كفر بالله، اسمع التوقيع ده علاء، بيقول لك من كفر فعليه كفره. انت زعلان ليه؟ هو ما كفرش بيك. انت فاهمني؟ ولو كفر بيك انا من انا؟ يعني اذا كفر بيا يا اخي انا ايه؟ ولا حاجه جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجه. فمن كفر فعليه كفر، خلاص. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، ليوم القيامه. يعني دول بيمهدوا ليوم الايه؟ القيامه. فقال له ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه سيصبح ولي، لا كانه ولي حميد. ده توقيع مبدع في القرآن. فأنت عليك إنك تعبان ولا إيه؟ لا بس جالي خاطر كده سبحان الله. فأنت هقول لك عليه بس ما تخلص. طيب فأنت المهم أنت وأنت شغال في النقطة دي وأنت شغال في دي، أنت مش لنفسك ومش لحد،
ده انت لله تبارك وتعالى الذي قال لا اكراه في الدين، هو قال لك ما تكرهش. وقال للرسول توقيع في النقطه دي خطير جدا، قال له ولو كنت فظا غليظ القلب، ده اللي حصل من بعض الدعاء، لانفضوا من حولك من حولك، فاعف عنهم. يعني في مرحله سيبهم بقى، وانت بتسيبهم مش منهم لله ان شاء الله معانهم عملوا، لا، واستغفر لهم وايه وشاورهم بقى. ده ينفع؟ يعني ده منطق؟ اعفو عنهم واستغفر لهم، يعني ما طبقوش وشاورهم في الامر ليبقوا على الاسلام، يعني وهاتهم للاسلام مش ابعدهم عن الاسلام. عندك ايه فيه؟ افتكرت وانت بتتكلم قد ايه حياتنا سهله بالنسبه لحياه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، قد ايه الناس دي تعبت عشان توصل لنا الاسلام، قد ايه الناس دي تعبت عشان تنشر لا اله الا الله محمد رسول الله. ناس كانت في الصحراء وبتركب خيل وجمال واحيانا ماشيين يقطعوا الايام والليالي عشان يروحوا بس يقولوا كلمه كويسه لناس ما عندهمش فكره عن الرساله، او يجيب حديث، او يجيب حديث عشان يتاكد انه فلان قاله، مشوار طويل عشان يتحقق من راوي، او يدافع عن دينه يضطر يخش معركه واثنين وثلاثه وناس تقتل وتموت وتصاب. وافتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من لم تحدثه نفسه بالجهاد فقد مات على شعبه من النفاق. يعني الواحد كده نفسه، انا مش في الجيش، انا مش محارب، بس لو الاسلام تعرض اخواننا في فلسطين لو اقدر. افتكرت، فاكرين يا جماعه الدكتور عبد الله شحاته رحمه الله عليه، الله يرحمه، راجل في يعني في مثل سنه رحمه الله، مره واحنا قاعدين على الهوا في التلفزيون كان برضو في الامور مشتعله كده في المنطقه، ولقيت والله وعينيه تبكي، انا كنت اتمنى عندي صحه واخد مدفع رشاش واروح وانزل الصحراء واقاتل عشان انا حاسس ان الاسلام في خطر. والراجل ده كان صادق، يعني سبحان الله، رحمه الله، رحمه الله، ادعوا له بالرحمه والمغفره. فاصل ونواصل نتابع الحديث مره اخرى. رمضان خلاص مسافر، ولما يكون عندنا حد مسافر بنقعد نجهزه، هتحط ايه في الشنطه وتاخد زاد معاك ايه، طب والهدوم، طيب وكذا 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 عشان يستعد للسفر. طيب اذا كان رمضان مسافر وسايبنا، هو اللي محتاج يتزود ولا احنا اللي محتاجين؟ واذا كنا احنا اللي محتاجين وهو مسافر وسايبنا، يبقى الفضل ده ازاي ما نخسروش، وازاي نتزود، وايه هو الزاد اللي احنا نجهزه عشان ما نتحرمش من فضل؟ والله شوف، رمضان مسافر، احنا اللي مسافرين، عشان الحته دي فيها اختلاف في التوصيف. لسان حال العبد يوم القيامه علاء او في القبر، يعني علي بن ابي طالب مر على القبور ومع الصحابه، فوقف على القبر وسال، بيكلم الموتى، ودي نقطه على فكره الناس فهمها ان هم بيسمعوا مش عارف ايه والكلام ده كله كلام مجازي يعني. فقال يا اهل الديار الموحشه، يا اهل الغربه، بيتكلم على مين؟ اهل القبور. اما الديار فقد سكنت، العمارات اللي انت بنيتها والفلل اتاخدت خلاص، ما انت سبتها ومشيت فقد سكنت. واما الاموال فقد وزعت او ورثت او قسمت، مش هتفرق. واما الازواج فقد زوجت، اللي ساب زوجه واللي سابت زوج، يعني انت مفارق كل نعمه يعني. هذا حال ما عندنا. اسمع، ادي حال الدنيا. ايوه برافو عليك، عايشينها. ايوه، هذا حال ما عندنا، فكيف حال ما عندكم؟ مفيش كلام طبعا، مش هيردوا، الاموات ما بتسمعش، لان الناس متصوره انها بتسمع، ده كلام مجازي طبعا. بص للصحابه، قال له فين معاه المصاحبين ليه يعني، قال لهم لو سمعتموهم، لو انتوا يعني لسمعتموهم ينادوكم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هو خير زاد في أي عمل. بالله عليك، اللي مش راضي يحج لو اتقى هيحج، واللي مش راضي يصلي لو اتقى هيصلي، والحجاب هيتحج، مفيش كلام. التقوى علاء يعني هي السلاح الأقوى لتوقيع الأداء في كل عمل. واقول واقصد بتوقيع الاداء، توقيع الاداء على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خد بالك في الصلاه، كل واحد بيصلي بطريقته، والله انا شايف كده، لكن الرسول قال صلوا كما رايتموني اصلي. لو علاء اتقى هيعمل ايه؟ هيسال الرسول صلى ازاي؟
تعالوا ننزل نشتري كتاب أخطاء المصلين أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة خلاص الكتاب للي مهتم يعني. الكتاب جاهز اللي كنا اتكلمنا عليه، كنا في أسيوط أو سوهاج. أيوة. كتاب جاهز ورايح إن شاء الله. إن شاء الله. وفي برضو دفعة تبقى موجودة هنا لطلبة الجامعة اللي عايز الكتاب إن شاء الله موجود بإذن الله. اللي هي صفة صلاة النبي. ليه أنا مهتم بهذا؟ لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص هتتحل المشكلة في الحج. خذوا عني مناسككم. كل عمل يعني، حتى اللي بيقول لك خد بالك، اللي بيقول لك ايه الكلام ده في نساء النبي، طب انتوا لما تقلدوا هتقلدوا مين؟ نساء الغرب ولا نساء النبي؟ يعني يقول لك الكلام ده في نساء النبي، ماشي، انت امراه مسلمه وانا رجل مسلم، انا هقلد مين؟ الرسول. وانت المفروض تقلدي الرسول، وفي الناحيه النسائيه تقلدي مين؟ زوجاته وامهات المؤمنين. خلاص ايه المشكله؟ برضو محلوله يعني. فانا عايز اقول لك ده نوع من انواع الصفصطه بيلعبها الشيطان معاهم عشان ايه؟ يزين العمل. والايه ليوم الدين، احنا توقفنا اتمنعنا مفيش مشكله، هتبقى الايه على راس الجميع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ لا، الاجابه ايه؟ كان الاجابه ايه؟ اتفضل اسمع، قول لنا. يا ريت تقول لنا. الذين ضل سعيهم، انا قلت زمان لو انت فاكر بكررها كتير، يعني لهم ايه؟ سعي، في سعي، في عمل، في عملهم. هم متهيألين ايه؟ الذين ضل سعيهم في هذا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دي مصيبه. كل حزب بما لديهم فرحون. وعندك مكان تاني برضو، موضع تاني بنفس الخطاب لنفس الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نفسد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خد بالك، نفش إحنا، ده إحنا المصلحين. ده إحنا المصلحين. ولذلك وإذا خلوا إلى أنفسهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيه؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ما تزعلوش، بقول للدعاء ما يزعلوش. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم مش يعمون. يعمهون. والعمه غير العمى، العمى للبصر والعمه للبصيره. للبصيره. استر يا رب. سلم يا رب. نعمل احنا فضلنا قد ايه؟ خلاص دقايق وعايزين الوداع يبقى في الشهر الكريم. الوداع زي ما نوينا علاء وجددنا النيه. لو انت فاكر في اول حلقه وكررناها كتير في ندواتنا وقلناها في كل حته رحناها، ان السنه دي احنا هنصوم بنيه الفريضه وبنيه الشكر لله على انزال القران. عايزين برضو ندخل على شوال انه شهر لله تبارك وتعالى مثله مثل رمضان. يعني رمضان شهر الله وشوال شهر الله، وذو القعدة شهر الله، وذو الحجة شهر الله، والربيع والمحرم وصفر، من بدون ايه؟ تمييز. داخل عليه بنية ايه؟ مواصلة العمل الذي بدأته في رمضان. ادخل كده، ادخل بالنية دي. انا هكمل اللي انا نويته في رمضان. كنت بصلي في المسجد، هصلي في المسجد. كنت بصلي السنن، هصلي السنن. كنت بصلي القيام، هصلي القيام. كنت بصلي التراويح، مش دي مش في رمضان، هصلي التهجد. يعني في ناس شاطرة كانت بتصلي قيام وتراويح وتهجد، الله يكرمهم. وأسوة ومثال جميل. في ناس قالت لا، القيام احنا بنصليها والتراويح معاها، اوكي، بدل دي بإيه؟ بالتهجد. ليه؟ عشان نقلد الرسول. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. الرسول علمنا حاجة، عايزكوا صحيح فاضل كام يوم على رمضان بس مش عايزين ننساه. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والظهر بقى ما تحسبوهاش سنه 30 في 10، قلنا ما تضيعش ثوابك. بالظبط كده. سيب المولى ايه؟ هو اللي يديك ويحسب، ويحسب هو، بس انت احتسب. وصوموا الست ايام. وبنصح هنا نصيحه، المراه المسلمه اللي عندها العذر، هذا العذر يعني ما صامتش رمضان، عندها خمس ايام ست ايام سبعة ايام، يعني ما صامتش رمضان، فعليها انها تصوم ايه؟ رمضان الاول، تخلص الاول الفرض، يعني تقضي في شوال الايام اللي فاتتها في رمضان، في رمضان، وبعدين تصوم ايه؟ الستة. تمام. طب احنا عندنا نخش مشكله. اصوم دي ودي بنيه واحده؟ ده كلام فارغ، ما ينفعش. ليه؟ هو الرسول ما ينفعش. ليه؟ هو الرسول بيقول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. انت لسه ما صمتيش رمضان،
يعني الرجل صام 30 يوم، زوجته صامت 25، يبقى لسه عليكي دين. الله يفتح عليك، ده اسمه صام رمضان. انت لسه لما تحطي الخمسة على 25 تبقى اسمك ايه؟ صمت رمضان. عليك ان تتبعيه بست من شوال. وبعدين ما ننساش الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر عربي. فواحد يقول لك يعني هنصوم الستة وهنصوم 13 و14 و15، قول له شوف بقى الذكاء هنا، دي بقى اللي تاخد عليها الاجر بنية واحدة. اللي هي ايه؟ حد يمثل لواحدة ست مش هينفع لراجل. عندها 5 ايام، 6 ايام، 7 ايام، مش كده؟ اول يوم العيد ايه؟ فطر. تمام؟ لان ده عيد، ما ينفع الصيام فيه حرام. لا يجوز مطلقا. حرام، مش لا يجوز، حرام. ولذلك من ذكاء الدعاة يوم الفطر انهم يشرحوا ايه؟ بالامس كان الافطار حراما واليوم اصبح الصيام حراما. ده لازم نبينها للناس. صامت من تاني يوم عندها 7 ايام، عدلها كده 2 و3 و4 و5 و6 و7 كده كام؟ 7 ايام اهم و8 عشان يبقوا 7 ايام. تمام؟ يوم 8 هتقول ايه صامت، يوم 9 هتقول هبدا ال6 ايام. خد بالك معايا. 9 و10 و11 و12، الله الله، دخلنا اهو في ال 13، دخلنا في 12 في 13 و14 و15. لو هي بتصومهم كل شهر هنا هتاخد الاجر، ان هم الستة بتوع شوال دخلوا فيهم والثلاث ايام الايه؟ البيض. انت فاهمها؟ يعني الثلاثة دخلوا. هي بتصوم بنية ايه؟ الستة من شوال. بس هي معتادة انها ايه؟ تصومهم كل شهر، هنا هتاخدها، هي ما عملتش نيتين. طب انت قلت كده للستات بس، طب افرض ان انا كراجل خلصت صيام الشهر الكريم بفضل الله 30 يوم او 29 حسب ما يطلع. تمام. وجاء العيد فطرت. وفضلت سايب نفسي فتران في شوال. ماشي. وجيت عند قبل ايام 13 14 15 رحت بادي قبلها بيومين ثلاثة بنية ان انا اخد الست ايام. بنية نعمة، ما تنفعش مع الله تبارك وتعالى. انما اللي زي اقول لك توقعها علاء بسرعه. افترض واحد بيصوم 13 و14 و15 كل شهر، افهم دي كويس. فجه هو في محرم عمل كده، وفي صفر عمل كده، وفي ربيع عمل كده، وتعب. جه في ربيع تاني يوم 12 الدكتور قال له ممنوع صيام بكره. ده طبيب. هنا فاسالوا اهل الذكر، اهل الشرع ما لهمش كلام في دي، ده الدكتور اللي قال ايه؟ ياخد الاجر. لان كان في نيته. هو في نيته، وهو ماشي في نيته، واتمنع بعذر ياخذ الاجر كانه صام. بعض اهل العلم قالوا حاجه جميله جدا، قالوا اذا تالم من فطره بامر الطبيب خد اجر اكبر. لان في ناس يقول لك ايه الحمد لله اهو. لا انا مش عايز دي. جالي عذر الدكتور اللي قال. يعني شوف حد ان العلاقه بيننا وبين ربنا ماشيه عن نيه. والنية انت بتضحك بيها علي انا وعلى علاء، احنا كبشر على بعض، لكن عند من قال في حق ذاته يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور مش هينفع. ولذلك اسأل الله تبارك وتعالى ان نجدد النوايا، مش نكثر النوايا بعمل واحد. احنا ما نبقاش فيش حاجة اسمها تجار نوايا، انت تجار ايه؟ عمل. شوف هل ادلكم على عمل ايه؟ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صح؟ تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله وتعملون وتجاهد بالله ورسوله يعني وتجاهدون. يبقى الموضوع فيه مجاهدة. عايزة إيه؟ مفاعلة. برافو عليك. مفاعلة. مش أنا أنام وأقول تجار نوايا، لا مفيش حاجة اسمها تجار نوايا، ولا موجودة في أي حتة في كتب الفقه، إنما دي تجارة إيه؟ أعمال. فمن رحمة الله تبارك وتعالى الذي اعتاد عملا منعه عنه العذر أعطاه الله الأجر. جميل. لأنه إله رحيم. فعايزين نجدد النية إن احنا هنطلع من رمضان على الستة من شوال وعلى اثنين وخميس وعلى 13 و14 و15 من كل شهر، عشان نعمل زي مين اللي ربنا أمرنا أن نتأسى به، محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. أسأل الله أن نكون
من عتقاء هذا الشهر ومن المقبولين، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرفضون ما في أنفسهم لغير الله ويؤمنون بما في أنفس غيرهم لله تبارك وتعالى، إن الله ولي ذلك والقادر. خلصنا ولا لسه؟ فاضل دقيقتين ثلاثة هسألك فيهم عن الأجر. اسأل يا حبيبي. الشهر خلص بتكليف من المولى سبحانه وتعالى، والمفترض ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي الاجير قبل ان يجف العرق. هل انا يعني الاجر اللي انا متصوره طالما ان انا عارف ان الصيام كله لربنا سبحانه وتعالى مش هنعرف نحسبه، لكن اقدر اقول ان في عتق من النار، في رحمة، في مغفرة، في نور، في فضل، في حاجات كتيرة خدناها من الشهر الكريم، بس إذا كنا ملينا الورقة وتقلنا الموازين. طيب واللي ما ملاش، هل معنى كده إنه خلاص خسر ولا لسه قدامه فرصة بعد رمضان إنه هو يحصل برضه على الأجر في الثواب؟ اللي طلع من رمضان ما عملش حاجة والوضع عنده مش فارق، ده الخسران المبين. إنما أنا هضرب مثال بحد عشان تبقى الباب الرحمة يبقى مفتوح ويبقى مفتوحا. يعني ال 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 القضية في الندم، والندم بيجي للي عمل وعنده إخلاص واللي ما عملش. اللي ما عملش بيندم إنه ما عملش، واللي عنده إخلاص بيستقل عمله. كان ممكن أعمل أكتر، كان ممكن أعمل أكتر. فالندم في الحقيقة يعني الندم التوبة، أو التوبة الندم رغم ضعف الحديث بالسند، لكن أنا ما بقولش إنه حديث، أنا بقول باخدها كقول صحيح، الندم توبة أو التوبة الندم. فاكر لما الرسول قال الحج عرفة؟ طيب اللي ندم على إنه قصر يستوي مع اللي ندم إنه ما سهرش مع الراقصة فلانة والراقصة علانة؟ لا يستويان. فالندم هنا ها باب التوبة، ادي معنى الكلام. يعني لما بيقول لك التوبه الندم او الندم توبه، يعني الندم هيفتح لك ايه؟ التوبه. واخص عمل في التوبه الا الذين تابوا ها وآمن. الا من تاب، الا من تاب وامن. وبعدين استنى، يبقى اللي ما عملش ايه خرج من الايمان، او خرج الايمان منه فجدد ايمانك وعمل عملا صالحا. وأخص العمل الصالح الصيام. وكأني برسول الله لما قال لنا على حكاية الست أيام علاء، كأنهم بيعوضوا لك. أنت عارف تملي صلاة السنة بتعمل إيه؟ بتعوض النقص اللي في الفرض. يعني يوم القيامة فرضه كامل؟ لأ. ولأ دي واجبة علينا كلنا، خذوا من نفله وأتموا فرضه. صح؟ صح. كأني بالست أيام الرسول عايز يعمل إيه؟ إذا كان في يوم أنا بقول عليه متضعضع يعني، ضعضعة يعني، يوم مش 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 يوم صيام من النوع المفتخر يعني، حصل أي حاجة ولو لله. يعني أنت بتدعو إلى الله فاتصدمت في حاجة، ف يعني قلت دعوة إيه بقى وعند القرفونة، يبقى ده عايز إيه؟ عايز تعويض. عايز تعويض. كده وراح قاعد بص لقى عينه الاولى لك والثانيه عليك والثانيه ايه طولت ها، يبقى انت برضو هنجيب يوم. فكان الرسول عايز يجبر النقص اللي عندنا. يعني عايز اقول علاء، كان النوافل من الاعمال لجبر الفرض، فالصلاه تجبر الصلاه والصيام يجبر الصيام. كل سنة وحضرتك طيب وأنت بخير، والمؤمنين والمسلمين والمسلمات بألف خير، ومش هنبقى بألف خير إلا لما نمشي على طريق الهداية. طريق الهداية مش اسم البرنامج ولكن فلسفة العقيدة، لأنه بالمختصر المفيد هو الأثر الذي نقتفيه وراء خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأسوة والقدوة وزعيم الأمة وكاشف الغمة والسراج المنير. صلوا على رسول الله، اللهم صل عليه أفضل الصلاة وأحسن السلام. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب نشوفكم دايما في طريق الهداية.